كمان كنت بحكي لكم رح احكي لكم عنهم ورح احكي عن الكتاب الاول مبدئيا اللي هو اللي قراته The Inheritance Games لجينيفر لين بارنز. هذا الغلاف والكتاب الاول، هاي نسخة البريطانية. الجزء الثاني The Hawthorne Legacy، خليني بس احكي لكم The Inheritance Games معناها لعبة الميراث، The Hawthorne Legacy يعني ميراث عائلة هاوثورن. اوكي، The Final Gambit اللي هي المناورة الأخيرة، بالعادة هاي المناورة بتكون بالشطرنج لما الواحد بده يفوز، you know. فهيني أحكي لكم شوي عن هاي الكتب. They're fun وكتير different، بمعنى إنه القصة مختلفة عن قصص تانية هلأ عم بتكون موجودة أكتر للقراء الأشب أو الأصغر، بس أنا بحس إنه هيك كتاب بنفع لكل الأعمار. أوكي، فيه شوية رومانس، فيه كتير أكشن، فيه ميستري، ميستري يعني غموض، فيه إحساس زي كأنه لسه في إشي سري هو هذا الميستري ولسه ما انكشف. أوكي، سو خليني أحكي لكم شوي عن القصة. أنا لما قرأت أول أكمل شابتر بالقصة كتير انجذبت للقصة كتير بسرعة، لأنها بتشبه خيال. I think كلنا إحنا وصغار كنا نتخيله بطريقة أو بأخرى، انه ممكن مرة في يوم من الايام يصير معك حدث غريب كتير وتطلع وريث العائلة ابصر شو قصتها whatever it is. انا اتليست كان يصير لي معي هيك لاني كنت كتير احضر اشياء بريطانية، ودائما كان يصير معهم هيك اشياء الشخصيات. So let's begin. اوكي، بيكون في عنا البطلة اسمها Avery Grams. Avery بتكون بالمدرسة وبتكون كتير بنت ذكية، like كتير 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 بنت ذكية، فبتكون حتى انها ما بتبذل مجهود كتير صاعق في المدرسة عشان ما تبين لأي درجة هي بنت ذكية. ليه؟ لأنه هي بتكون فقيرة كتير كتير كتير، بيكون الكل يعرف ظروفها، بتكون يتيمة فقيرة وعايشة مع أختها غير الشقيقة وصاحبها اللي بيكون abusive، كيف يعني؟ يعني مؤذي، بضرب وبيعمل وبيسوي. فحياتها لنحكي نوعا ما مشردة، عايشة بتريلر بارك يعني بهدول السيارات اللي زي بيكونوا باص وبتعيش فيه، ومعظم الوقت عندها سيارة من امها اللي ماتت دائما بتهرب عليها وبتضلها فيها، ومرات بتنام فيها ومرات بتتحمم في المدرسة. يعني بورجوك هذا الاحساس اول القصة ان البنت وضعها سيء. فبيكون حلم حياتها انها بس بدها تخلص تاخد سكولرشيب منيحة لأي جامعة، she does not care انها تكون يعني بجامعات التوب، بس بدها تكون بجامعة تخلص، اوكي، تصرف على حالها وتسافر العالم، هذا هو حلمها. فكانت امها دائما تشاركها زي صور هيك بوست كاردز من أنحاء العالم تحكي لها عن هاي الأماكن، فبتحكي لها شوي عن طفولتها بداية القصة. فأمها بتكون لأنهم كتير فقراء بتلعب مع بيلعبوا مع بعض كتير جيمز ألعاب. أوكي، هاي الألعاب شو مثلا بتكون طبيعتها؟ إنه مثلا نشوف مين أكتر واحد بيأكل الأكل بطيء لأنه ما عندهم أكل تاني، أو مثلا نشوف قديه بتقدر تلبس طبقات أواعي بدون ما تنخنق لأنهم كتير بردانين وما في تدفئة، أشياء زي هيك. لما تكبر تستوعب انه حياتها كانت كلها بس عبارة عن games 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 تحديات، وامها دائما بيكون عندها زي مقولة انه لازم يضل في عندك سر secret وما تكشفي لحدا وما حدا يكشفك، فدائما بتكون تلعب مع هيك ألعاب. ما بتحكي لنا ليش حتى لآخر الكتاب امها بتموت، بتحكي لنا انه كان عندها سر وبتموت. احنا لآخر الكتاب هذا الاول ما رح نعرف what's the secret what's happening we have no idea. بيكون عندها صديقة واحدة في المدرسة، عيلتها كتير بتكون strict معها عكس يعني هي حياتها، وبيكون في janitor يعني واحد من الحراس تبعون المدرسة بتلعب معه مرات شطرنج لأن هي بتكون تحب كتير لعبة الشطرنج. في يوم من الأيام بتروح على المدرسة تعبانة متأخرة، بتكون هربت من البيت لأنه صاحب أختها بيجي حالة الجنون، وهي بتحكي I'm not gonna do this، تروح على سيارتها وبتنام هناك، تروح ثاني يوم على المدرسة. تيجي على المدرسة بتلاقي واحد اسمه غريسون هاوثورن، شاب مبين انه أدهى بالعمر بس طريقة تصرفاته من يعني كتر ما هو يعني كتير غني تحس كأنه هو أكبر ومجرب كتير، يعني زي كأنه مدير كل المدرسة، طريقة التصرفات قد هو عنده زي you know سلطان باور. اوكي، فهي لما بتشوف تعمل مين هذا وشو بده مني أنا، فبحكي لها اخيرا تعرفنا عليك افري جرامز. فبحكي لها انه ليه ما بتردي على كل الرسائل اللي وصلتك، فبتقول لها انا ما وصلتني اي رسائل. بتلاقي اختها اللي هي اسمها ليبي
تيجي بتكون في المكان بتحكي لها actually أنا إجيت لأنه طلع كل الرسائل الحقيقية، أنا فكرتها رسائل زي هدول الناس بيحاولوا يسرقوا من الناس وأشياء زي هيك عشان يعرفوا حساباتهم. بتكون عم توصل رسائل لأيفري من واحد اسمه توبايس هاوثورن إنه هي وريثة ولازم تحضر قراءة الميراث. هي بتعمل هيك أنا، فبتصير دبي بتحكي لها إنه هل هذا كان أبوكي أو جدك أو أنتي بتقربي لهاي العيلة؟ بتحكي لها صراحة ما بعرف أي إشي عن حياتي قبل، لا حياة أبوي ولا أمي. فأنا طبعا فكرت كتير أشياء طلعت ولا واحد منها لهلا موجود بالقصة، فخلينا نشوف الجزء الثاني والثالث. I have no idea. Okay. So what happens is Grayson بيكون كتير عدائي لأيفري، يعني بده إياها تيجي بس مش طايقها at the same time، لأنه مش عارفين يقرأوا الميراث بدون ما تكون هي موجودة. المهم بتروح أيفري على تكساس بطيارة خاصة، هذا بالنسبة لها كانت تجربة غريبة كتير، هي عمرها ما سافرت بحياتها. أوكي؟ لما بيوصلوا هناك يعني بصير يعني قراءة الميراث، بتكتشف ولا ذهولها ولا ذهولي أنا كمان إنه كل العيلة بنعطوا يمكن 20,000 لكل نفر أو 50,000، وإيفري بتنعطى 48 بليون دولار زائد كل العقارات وال يعني الأعمال المفروضة لهذا الرجل. توبايس هاوثورن بيكون رجل كتير 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 فاحش الثراء، فهي طبعا يعني بصير عندها كتير علامات استفهام وبتنصدم، وكل العيلة مش بس بتنصدم بتحكي مين هاي وليه دخلت بيناتنا يعني، وبحقدوا عليها انه هي اخذت كل ميراثهم، كل اشي كانوا بيسعوا انه ياخدوه هي اخذته هيك. فتكتشف انه هذا توبايس يعني الزلمه الكبير اللي هو كتير غني كان اسنتريك. كيف يعني اسنتريك؟ يعني غريب الاطوار، هذا اول شيء. ثاني شيء بيحب كتير البازلز، يعني بيحب الاحجيات. وثالث شيء انه هو عنده بنتين ضايلين عايشين، واحدة اسمها زارا والثاني اسمها سكاي، وكان عنده ولد اسمه توبي الكل بيحكي انه مات. اوكي، وبيكون عنده اربع احفاد اللي هم غريسون، ناش، جيمسون وساندر. اوكي، الأربع أحفاد بيحكوا لها إنه جدنا من إحنا وصغار بيلعب معنا جيمز، إنتي جيم، يعني إنتي لعبة، إنتي مش حقيقي، هذا الميراث لإلنا وإنتي للأسف رح تطلعي بلوشي يعني من القصة كلها. فهي بتحقد عليهم. بيكون شرط الميراث إنه تقعد سنة كاملة بهذا البيت مع هدول الناس بدون ما تطردهم أو يحاولوا يقتلوها أو أي شيء. فهي بتكون خايفة كتير على حياتها. فشركة المحاماة تبعت الرجل ببعتوا لها زي سيكيورتي وأشياء جوا البيت، والبيت بيكون هذا هو الجزء الكتير غريب، البيت بيكون عبارة عن زي قصر وكله فيه extensions يعني زيادات جديدة وزي المتاهة، إنه حتى العيلة ما بتعرف لأي درجة في غرف وأشياء وطوابق وأسرار جوا نفس البيت. هذا بيكون هوس هذا الرجل، بحب يلعب games وبيكون لعب أحفاده هذا الإشي بيعلمهم إياه. فبتكتشف انه هو تارك لكل حدا منهم رسالة، وبهاي الرسالة تارك initials يعني احرف. الاحرف اذا جمعت صح بصيروا يقدروا يحلوا الاحجية اللي هو تاركها، ليه هي الوريثة، شو جابها عندهم. So هاي هي القصة، ما رح اكمل لانه الباقي كله زي يعني action backed. So هذا هو الجزء الأول at least بدايته، و yeah that's it. بس أقرأ الأجزاء الثانية بحكي لكم شو القصة. Have a lovely day. Bye.